بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المبيت في منى. المبيت في منى من واجبات الحج. قد يجد الحاج نفسه في حرج شديد وهو في منطقة منى، لأن المكان ضيق ولأن عدد الحجاج مرتفع جدا. كيف يمكن أن يتعامل الحاج في هذه الحالة؟ بعض الحجاج يجد المكان ليبيت، خاصة كبار السن والمرضى الذين تتوفر عندهم الظروف لأن يبيتوا في الخيام هذه الأيام وينتظرون بعدما تنتهي وينزلون إلى مكة. هناك من الحجاج من يمكنه أن يبقى في منطقة منى معظم الليل، بمعنى لما يكون من المغرب إلى منتصف الليل، عندها يخرج من منى ويتوجه إلى الفندق سواء كان في مكة أو في العزيزية ليقضي ما بقي من الليل، وبعد ذلك في النهار يعود بعد الظهر أو بعد العصر قبل المغرب إلى منى ليكون في المنطقة إلى منتصف الليل، ثم يخرج ليتوجه مرة أخرى نحو الفندق. هذه حالة ثانية. حالة ثالثة بالنسبة للمرضى والعجزة الذين لا يمكنهم البقاء في منطقة منى ولا يمكنهم الذهاب والرجوع مرة أخرى، فهناك رخصة وكلام لبعض الفقهاء من أجاز أن يخرج من منى ويبيت ولو في مكان بعيد عن منى كالعزيزية أو كمكة، ويستنيب من يرمي عنه. وهذه رخص شرعية ذكرها العلماء رفعا للحرج، وقد قال عليه الصلاة والسلام في باب الحج: افعل ولا حرج. بل إن الآية التي نزلت في رفع الحرج، وهي قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، جاءت في أواخر سورة الحج، وكأن الله تعالى يقول لنا: حجوا واعتمروا وافعلوا المناسك بقدر ما تستطيعون، فإن الله قد رفع عنكم الحرج، وليس في هذا الحج والعمرة أي مشقة. نسأل الله عز وجل الثبات والسداد والقبول. السلام عليكم ورحمة الله.